حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الصحابة هم أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز تفضيل مثلا تابعي على أحد الصحابة؟ الصحابة هم الأفضل، ومهما اجتهد من بعدهم في العمل والإيمان لن يبلغ ما بلغه الصحابة، فلهم مواقف مشهودة وأعمال مبرورة، ولهم أمر لا يمكن أن يدرك من بعدهم، ولهم فضيلة لا يمكن أن يصل إليها من بعدهم، وهي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الدين منه مباشرة بدون واسطة. الأعمال رأوه وصلوا خلفه وحجوا معه ورأوا سنته وهديه عليه الصلاة والسلام، فهذه فضيلة لا ينالها أحد بعد الصحابة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالصحابة لهم شأن آخر ولهم مكانة رفيعة، وهم داخلون دخولا أوليا في قول الرب سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وداخلون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.